يبدو الليلة بأن كارلوس غوميز لم يكن في مستوى هذا الكلاسيكو الكبير الذي انتظره الجميع. احتجاجات من ريال مدريد، واحتجاجات أيضا من برشلونة، واحتجاجات كثيرة أيضا من الجماهير الغفيرة التي كانت قريبة منا. كابتن جمال شريف، لدي الحل، تفضل كابتن. مساء الخير زميل الأخضر وبضيوفك الأعزاء أو ضيفك الأعزين وبسادة المشاهدين. مباراة اليوم كما أشرت مباراة الكلاسيكو، مباراة مهمة جدا. كارلوس غوميز أدى مباراة معقولة بعض الشيء، لكن أعتقد هناك أخطاء على مستوى تقييم بعض المخالفات، وهناك أخطاء كانت مؤثرة على مجريات المباراة وعلى نتيجتها النهائية. خلال 93 دقيقة و 19 ثانية احتسب الحكم 35 مخالفة صحيحة، 3 مخالفات غير محتسبة، 2 مؤثرتين، إضافة لست حالات انذار صحيحه، 3 حالات تسلل، واحده خاطئه واخر لم يحتسب، كان مهما جدا ومؤثرا في مجرى اللقاء. نذهب باتجاه الحالات التحكيميه الابرز، ومن ثم نتحدث عن حالات لمسات اليد الثلاثه التي اختبر بها الحكم داخل منطقه الجزاء. نذهب باتجاه الحاله الاولى، وهي الحاله التي جاءت في الدقيقه الثانيه. طبعا هذه كانت يجب ان تكون المخالفه الثانيه. هنا ماسكيرانو يقوم بعمليه عرقله ضد فاسكويز داخل منطقه الجزاء، هنا الحكم يتقدم، هنا بيكي كان ساقط على الارض ينهض، قد اغلق بعض من الزاويه عليه، هنا التقدم، وهنا الحكم يحاول ان يبحث عن زاويه رؤيه. اعتقد بان المخالفه كانت موجوده على مستوى العرقله بالركبه. هذه هي اللحظه التي دون طبعا فازكويز يبعد الكرة عن مسارها باتجاه ماسكيرانو، وماسكيرانو يتقدم بالقدم. هذه هي اللحظة، هنا عملية العرقلة التي تمت، هذه هنا بالركبة على الركبة، ومن ثم كان يجب على الحكم أن يحتسب ركلة الجزاء. لكن جزاء لريال مدريد، بعض الحكام يخشوا مثل 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 هذه ركلات الجزاء المبكرة عند الدقيقة الثانية، أعتقد كان يجب أن يحتسبها، كانت ذات أهمية بالغة. الحالة الثانية كانت في الدقيقة 23، وأيضا ركلة جزاء أخرى، باسكيرانو يرتكب مخالفة أخرى داخل منطقة الجزاء بمسكه، هنا الكرة تذهب باتجاه مارسيلو الذي يحاول رفع الكرة. في هذه اللحظة هناك عملية مسك واضحة من القميص من ماسكيرانو باتجاه كريستيانو عند الدقيقة 23، هنا نلحظ عملية المسك الواضحة جدا، وكريستيانو يحاول التراجع إلى الخلف ليفلت من الرقابة ويستطيع أن يستقبل الكرة. طبعا هنا لم يستطيع أن يستقبل الكرة لأنه تعرض إلى مسك، كان يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء إضافة للإنذار، كان واضحا واضحة المخالفة البعيدة عن طبعا بعيدة عن الصراع عن الكرة، لكن ماسكيرانو في هذه اللحظة يبحث عن إبعاد كريستيانو وإفقاده القدرة على افتكاك من الرقابة وبالتالي الحصول على الكرة. إذا ركلة جزاء إضافة للإنذار، الحكم أيضا لم يحتسبها لأنه كان يركز على مارسيليو في لحظة رفع الكرة ولم يلحظ الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، يعني الجانب الأيمن من من اتجاه الحكم. إذا ركلة جزاء أخرى لم تحتسب. الحالة الثالثة في الدقيقة 53، وهو هدف برشلونة من ركلة ثابتة تلعب من نيمار باتجاه عمق منطقة الجزاء، وسواريز يتراجع إلى الخلف لأنه كان موجودا في موقف تسلل. هذه تقنيات جديدة أضيفت لتقنيات النقل، ونلحظ بأن بنزيما هو الذي يقوم بعملية، هو آخر ثاني مدافع، وهناك تغطية على مستوى جزء من الجسم وهو على مستوى الخصر تماما، لكن في هذه اللحظة سواريز يتقدم بفارق 20 سنتيمترا عن آخر ثاني مدافع وهو بنزيما، لكن الكرة عندما لعبت طبعا يتراجع المدافعون، يعود إلى مرماه إلى مرماهم، وسواريز يعدل من موقفه في سبيل الحصول على الكرة. إذا كان في موقف تسلل في لحظة لعب الكرة من قبل نيمار، إذا حالة تسلل وهدف غير شرعي. نذهب باتجاه لمسات اليد، وهي حالات اختبارية. نذهب باتجاه الأولى، كانت في الدقيقة 9، هنا تسديدة من روبرتو باتجاه راموس، هنا على المسافة قصيرة، وراموس يده مضبوبة تماما إلى الجسم، وتذهب الكرة باتجاه أعلى الذراع، وهنا اليد تماما على الجسم، تماما على الصدر، وتذهب الكرة، وهنا المسافة قصيرة. دائما نتحدث عن المسافة القصيرة والتسديد القوي أو الكرة السريعة، إذا لمس موجود لكنه غير مقصود وقرار الحكم صحيح باستمرارية اللعب.
الحالة الثانية كانت في الدقيقة 12، وهنا أعتقد هنا طبعا راكيتش، هنا الكرة ملعوبة من الركلة الركنية، وأعتقد أن هناك طبعا لكن هناك عملية دفع من كريستيانو باتجاه وجه راكيتش الذي أفقد له قدرة على لعب الكرة، وبالتالي هبطت الكرة على يده. طبعا المسافة كانت بعيدة، لكن هناك كان تدخل من كريستيانو، أفقد راكيتش القدرة على لعب الكرة بالرأس بشكل صحيح. إذا هنا لمسة يد غير مقصودة. الحالة الأخيرة كانت في الدقيقة الثانية أو الدقيقة 40، وهنا طبعا ألبا يسدد الكرة باتجاه كارباخال، الكرة على مسافة قصيرة جدا، وهنا تصطدم الكرة بجزء من الصدر وتذهب إلى الجزء الآخر من الذراع، وبالتالي تذهب الكرة بعد ذلك باتجاه الركلة الركنية، يحتسبها الحكم. المسافة قصيرة جدا، التسديد قوي، هنا لا يمكن للاعب أن يكون لديه التدخل المقصود للمس الكرة باليد. إذا لمس موجود لكنه غير مقصود وهو داخل منطقة الجزاء. هذا ما لدي لهذه الأمسية. أعود إليك زميلنا الأخضر في الكلاب نو لمتابعة الحديث عن الكلاسيكو، وهو حديث شيق بلا أدنى شك. أشكركم وأعود إليكم هناك. وحديثك شيق ايضا كابتن جمال الشريف، لكن انت اعطيت ضربتي جزاء لريال مدريد، هذه المفروض يفوز ريال مدريد 3 أهداف مقابل برشلونه، فلت برشلونه فلت التعادل حتى هدف برشلونه ايضا كان في وضعيه التسلل. شكرا كابتن جمال الشريف. بالفعل حكم غوميز لم يكن في مستوى مباراه الليله.